معكم مايا انا نسيمة بن عزيزي. اليوم عندنا رونديفو مع واحد البنت اللي حتى هي بالدور ديالها عندها رونديفو. وعلى ود هذا الرونديفو انا اليوم هنايا، ما فهمت والو، وتبعوني باش تفهموا. صافا صافا الحمد لله. لاباس عليك؟ بخير صحتك؟ لاباس الحمد لله. ياك ما تعطلت عليك شويه كنمشي عندي الكلمه. نعيمه عيطتي لينا باش تطلبي المساعده ديالنا على اساس عندك شي مناسبه، وحنا لبينا الطلب ديالك وجينا نعرفوا شنو هي. اول حاجه شنو هي المناسبه اللي جعلتك تتصلي بينا؟ ها المناسبه هي خطوبه، بغى يجي واحد الناس غيخطبوني هاد العشيه ان شاء الله. مبروك سعود. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. اول حاجه غنسولها لك، المناسبه يعني الزواج ان شاء الله غيكون زواج تقليدي او لا اختيار ديالك انت؟ غير باش نعرفوا. لا الاختيار ديالي يعني زواج يعني بالخر يعني حب وقت الله يكمل بالخير باش نعرف واش ماكي وليك دار العريس ولا لي هو. لا دار العريس، اما هو عارف اللي كاين. نعيمه مستعده؟ مستعده. خلي لينا راسك دابا وعطينا راسك 100%. انا صافي. يلا زيدي معايا دابا ندوزوا لاول مغامره واللي هي المرحله الاولى ان شاء الله. يلا ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الخير لالا. بخير لاباس عليكم. الحمد لله بارك الله فيك. احنا برنامج رونديفو، برنامج اللي كيهتم بالمراه وكيهتم بالموضه كدرجه اولى. متشرفين. داكشي علاش جبت لك هاد الضيفه هادي، عيطات لينا وطلبت المساعده باش نساعدوها في اختيار يعني شي لبسه ولا ما لقيناش حسن من ديامونتين. ديامونتين انا كتجيني مكان يعني المكان المفضل ديالي انا. مرحبا بكم. بالنسبه للاناقه وال ولا لا اخترتوا المكان المناسب. شكرا. بارك الله فيك. غير هي واش ممكن نعرف شنو هي المناسبه باش نتوجه للمناسبه ديالكم؟ عندها خطبه. الله يكمل بالخير. شكرا. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. طيب مرحبا اول بيكم. حاجه عرفيني بعدا سميتك. انا سميتي نوال. متشرفين لالا نوال. بارك الله فيك. لالا اختك ميرسي بوكو. قلت تفضل باش نوريك لي زارتيك. واخا. مرحبا. شكرا. دابا عندك مناسبه ديال الخطوبه، حيت حنا عندنا اختيار كبير في ديال اللبسات وداكشي. عندنا قفاطان، عندنا لباسي. انا غادي يمكن لك انت تشوفي الا بغيتي معايا. واخا. وانا نبروبوزي عليك نيت في الاكسسوار ولا هادشي ديال شوفك الالوان مثلا اللي غادي تقدروا تناسبوها في ممكن نختار هذا. هذا اللون هذا. هذا لون زوين، هذا صراحه اللون ديال العروسه، ولكن هذا ديال ماشي ديال الخطوبه، هذا ديال النهار الكبير. هذا بحال دابا مثلا الا كان عندك العرس وداكشي ولا غتمشي لشي مناسبه غتحضري فيها مزيان، ولكن ماشي الخطوبه. الخطوبه خاصك شي حاجه خفيفه تكون بحال غوز، خاصك بلون، الالوان البارده اللي كتكون باردين. اللي كتكون بزاف لان هي خطوبه فهمتي. هاد الخطوبه عندها عاوتاني اللبس ديالها والعرس عنده كتنصحيها هي وكتنصحي حيت العرس بشكل وخطوبه بشكل، حيت الخطوبه غير التعارف و فوالا. دونك ديما الالوان البارده داكشي. دابا حنا عندنا بحال دابا انا غادي نوريك الالوان اللي غادي تقدر تلبسي. عندك هذا دونك هذا غيجي معايا. هذا يجي معاك خصك تقيسي بصح ضروري باش نشوفوا حنا كي غادي يجيك. واخا ما تيش مشكل. اها عندنا هذا كاين عاوتاني لون حتى هو كيف ما تيقولوا نعيمة تيقول لك كلي بشهوت وكل شي بشهوت. صح بشهوت. ماشي مشكل انا كنثق فيكم. وفحال هكذا كيكون البسات خفاف. هذا زوين. هادو دابا هما اللي تقدري تلبسي في ديال المناسبه ديال الخطوبه ديالك. صح هذا سي فري زوين لا كولور بزاف. واخا وزيد شوف حتى انت الا عجبتك شي حاجه ونشوف لك انا نيت نوريك. كاين عاوتاني صافي الراجل كاين كاين ديال الرجال كاين ديال الرجال صافي. هذا قفطان لوغوج هو كيجي ماشي مشكل. لوغوج يكون في الخطوبه؟ لوغوج لا، ولكن كيبقى لون عاوتاني استثنائي يعني بعض المرات كتكون تقدر تلبس لوغوج ولكن ما يكونش بصح زعما ديك فحال لي عامر ولا هادي. المهم حاجه تكون سامبل ولي كولور ما يكونوش بزاف. لا ما يجيوش باردين. يجيو باردين. هذا حتى هو زوين. هذا الخضيضر هذا ما عرفتش ولكن انا هذا خفطان قدام مي من اللون ديالو. هذا اللون اللي عنده مطروس. هذا
حتى هو سامبل في الخطوبه هذا بزاف ما تلبسش. لا عندنا لو شو عندنا لو شو بزاف لان تقدري تقيسي حنا نعطيك تقيس وغتشوفي انت ديك الساعه حنا غنشوفوا شنو اللي غادي يناسبك انت. واخا ماشي على حسب شنو غادي يناسبها الاول غادي نشوفها ان شاء الله. دونك نختاروا ليها شي ياك استاذ شي اربعه ولا بيان سور. انا المهم انا اقترحت عليها الزرق هذا واخا تقدر تشوف حتى هذه اللي عجبتك. المهم شوفي انت يا نعيمه شوفي مثلا عجبوك من ضمن هذه الالوان اللي قالت لك الاستاذ نوال. واخا انت شوفي الالوان اللي غيعجبوك بزاف باش تقيسيهم من بعد نشوفوا كيفاش غيوريك. ماشي انت اللي غتشوفيهم حنا اللي غنشوفوا. حنا اللي غنشوفوا حنا اللي غنشوفوا الراي ديالنا. واخا انا طرف الثق فيكم. مرحبا شكرا. واخا نشوف شي حاجه اخرى. شوفي شي حاجه اخرى. شي حاجه اخرى احسن. اجي هنا تفضلي هنا عندنا هنا. اجي تفضلي هنا عاوتاني عندنا هنا. عندنا هنا واحد مجموعة عاوتاني ديال اللباسي. هذا كيختار لي شي في دو بيس تعجبك هذا زوين. عندك الاخضر وعندك لو بلو. بزاف نوال كنجبو وقع الاختيار ديالك على هاد الشيطه هادي زوينه بزاف تبارك الله عليك عندك الضوء. الله يبارك فيك. وبلا شك بلا البنات كلهم استافدوا معاك في هاد الحلقه ان شاء الله. اللون انا شخصيا عجبني بزاف. وي شكرا. غادي نعاود نرجع لك لانه غنمشيو دابا عندنا واحد الايطاب مهمه غادي نمشيو لها ونعاودوا نرجعوا لك. مرحبا بكم. مرحبا الف مرحبا. شكرا نتمنى يكون عجبكم الحال. ميرسي بوكو. ميرسي. الله يعاونك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صافا الحمد لله. صافا. هنا برنامج رونديفو برنامج اللي كيهتم بالمرأة وخصوصا الموضة. داكشي جبت لكم معايا ضيفة. مرحبا. باش تحاولوا تساعدوها في اختيار الألوان لي برودوي اللي غيقدروا يجيوها على أساس أنه عندها مناسبة. مرحبا. وجينا عندكم. معاك فاطمة زهرة لا جوند فلوغ ما. ألوغ غندير لك شنو المناسبة اللي عندك؟ عندي خطبة إن شاء الله. الله يكمل كلشي بخير إن شاء الله. أهم حاجة كنبغي أنا يبان المكياج ناتشوغيل. كنلعب على لاباز. كنبغي لاباز تبان ناتشوغيل. عاد نلعب لها في المكياج اللي يبان المناسبة وميم طون يبان خفيف. يبان على الطبيق. مرحبا. باش ديك الساعة نقدروا نهضروا إن شاء الله. مرحبا. بارك الله فيك. فاطمة زهرة وصلنا لمرحلة التطبيق دابا غادي أسئلة ونصائح وكل شيء غنعرفوا غنكتشفوا في وجهك نعيمة. مرحبا. الله يبارك فيك. كما كتشوفي عندها ديبور هنايا باش نعمرهم لا عاد غندير لها واحد لاصيص كريم باش تطرق لها ليطاج كطرق كومبليتمون داك الشيء. حنا غنشوفوا بشويه بشويه نتبعوا هاد المراحل. الوغ كناخذوا هاد لاباز هادي
غادي نديروا هاد لاباز هادي باش كتعمر لي هاد لي بو كتعمر مال الكامل عندها باش ما يبانوش خليهم شي كيف ما كتشوفها هي ترانسبارون سي فري كيبان انا دابا الجبهه ديالها مع كيبان قدامي كيبان لك بدا بحال كيعمروا هذوك وي تيعمروا بعد ما خطيتي ليها درنا هاد لاباس باش ادغيتينا لابو فوالا من بعد شنو من بعد غادي ندير درت لها هذيك لاباس باش نعمر لها لي بور دابا غندير لها البلاصه سي كريم كما كتشوفي لا كولور ديالها مون باش غدرك لها كاع لي طاش اللي عندها فوالا غدرقو كلهم هادو مزيانين في لابليكاسيون كتابليكي بهم مزيان كيدخل كلشي بلا ما تبقاي ما كتضيعي ما والو بالنسبه لحجبانها فاطمه الزهراء انت شنو كت زعما اسكو تو بريفير واش تمشطيهم غنمشطهم نورمال بانجل عندنا انجل فيكساتور ديال الحجبان حيت تبارك الله عندها زعما عامرين ما كاينش غنعمرهم غير شويه هنايا قدام عامر القدام بالنسبه مثلا الماكياج غيكون شارجي غيكون يعني مثلا الخطبه المناسبه كخطبه يكون خفيف شويه ما يكونش ما يكونش مشارجي باش العروسه في العرس اللي باش تطلعي باش نعيمه تطلعينا في العرس ان شاء الله كما قلت لك كيعجبني انا ديما الميلونجي لي كولور باش كيعطيو ناتشورال باش كيعطيو افي ناتشورال عندك صح حتى انا بالنسبه حتى لي فاغابوكيغ ملي كديري ان ميلونج بين لي كولور تتعطي واحد تعطي واحد اللون جميل فين كتخلطي لي كولور وهذا كتخرجي ان كولور ديالك بوحدو سبيسيال فوالا وكيكون بوحدو كيف ما قلتي فاطمه الزهراء كيف ما كنشوفوا ساليتي المرحله ديال الميكاب الناعمه وتنبغيو نشكروك بزاف 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 فاطمه الزهراء مرحبا بك وبلا شك بلا كاع البنات العريوسات وكلشي اللي كيشاهدونا دابا خداو استافدوا خداو فكره وعرفوا كيفاش يديروا الميكاب لوجههم كيفاش شكرا بزاف مرحبا بكم حتى انتم مشاهدينا بلا شك بلاكم باغيين تعرفوا الحله النهائيه اللي طلعت بها ناعمه ولكن ما غنقولش لكم دابا غادي تتبعوني ونعطيكم الفقره الاخيره فيها كلشي اليوم عندنا رونديفو مع واحد البنت اللي حتى هي بالدور ديالها عندها رونديفو ديامونتين كان الاقتراح الامثل من نسيمه والسيده نوال ساعدت الضيفه باش تختار لباسها بشكل مناسب لخطوبتها فلورمار كان المحطه الثانيه وفاطمه الزهراء قامت بتزيين الضيفه بالشكل الملائم لبشرتها واللي غادي يتناسب حتى مع الالوان اللي غتلبس نشوف ضيفتنا في حلتها النهائية تبارك الله عليك شكرا بارك الله فيك تبدلتي زعما كومبليتوم تبدلتي تبارك الله عليك شكرا باينه باغا تشوفي راسك وما نخليكش تشوفي صراحه بغيت نشوف راسي بغيت نشوف تبارك الله حتى الاختيار ديال اللون كان في محله تبارك الله عليها يعني صحه وراحه تستاهل الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه شكرا شكرا لكم بزاف صراحه بارك الله فيك نعيمه تشوفي راسك بغيت نشوف راسي يلا زيد شوفي راسك
واو ياك عجبك راسك مزيان بزاف. شكرا زوين صراحه. حتى حنا كنتمنوا نكونوا ساهمنا في تحديث هذه الاجواء ولو من بعيد في هذه الخطوبه هذه. الله يكمل عليك بالخير والله يجعل كيف ما تيقولوا كلشي مباركوا بسعود. شكرا. وما تنسيش عرضينا اللرس. لا انتم الاولين باش نقادوا ليك على انتم الاولين ان شاء الله. انتم الاولين. كنعاود نشكرك سيده نواس سمحي لنا بزاف وشكرا بلا يعني بلا شك بلا المشاهدين كلهم استافدوا وعرفوا بان الالوان اللي كتناسب مثلا يعني الخطبه شنو كيكون فيها شنو اللي تنشكرك بزاف بزاف الله عليك خطيك ضروري مازال غادي نحن مازال غنصادفوك ان شاء الله في حلقات اخرى حنا راجعين ديامونتين ان شاء الله. اما انتم مشاهدينا ما قال الا نودعكم ونقول لكم بلا الموعد ديالنا غيتجدد ان شاء الله في حلقه اخرى مع رونديفو اخر. الى اللقاء. التجربه اللي دوزت اليوم مع برنامج رونديفو كانت تجربه زوينه بزاف. كان احسن يوم في حياتي. كنشكر كل من ساهم في هذه اللحظه هذه والصراحه عجبني راسي بزاف. شكرا بزاف من كل قلبي.